أنا والد الشهيد يحيى مصطفى حجاز اللحام، عمره 28 سنة وخشش في 29 تقريبا. عنده ولد وبنت. في يوم 7/3/2021 طلع بدري مع هو وعمامه ينزلوا البحر يعني، وحتى بدون الأيام وصى زوجته يعني طلع كده ورجع شوية قال لها ديري بالك على الأولاد، يعني أول مرة يعني يحكي الكلام هذا. وأنا عادة يعني بيجي ابنه صغير اللي هو مصطفى حفيده بيقول لي خذني يا سيدي نستنى بابا لما يجيب سمك، عشان بحب هو يجيب سمك ويجيب سمك، أنا بنبسط على السمك الولد. أجبته معي تقريبا الساعة يمكن 8 وقعدنا في النتفة هذه هنا. قبل ما انزل بطلع جت من لفت غاد لو شفت الانفجار، شفت مية طالعة فوق كذا من طلع على بيت فيه ثلاث حشكات جايات من غاد بسرعات. طلع بقية البحرية ضل شرطي هنا بسأله بقول له ايش فيه؟ بقول له والله في نار في انفجار في حسكة وراحوا يشوفوها. أخذت ابني هنا أحضني هنا ونزلت في المينا هنا أشوف الحسكة جاب إصابات جاب شهداء. خشيت في المينا من هنا سمعت صاحب الحسكة بصور اليوم بيقول هذا يحيى الله يرحمه. ما قدرتش اسيطر على حالي انا ومش عارف اطلع. بقيت له الجثث هذول اخوتي اثنين واحد مضاق يعني مش ضاق هذا كل الجمج ما رايحه كلها والكبده رايحه في الميه واخويا زكريا هذا رجله من هنا رايحه كلها في الميه. صرت يعني خلص صرت اعيط كمرت ابني هيك في حضني صرت اعيط ما بديش يشوف يعني المنظر هو وضليت قاعد اعيط. كان الاسعافات بيستنوا يعني حاضرين الاسعافات متصلين على الاسعافات واجوا اسعافات واخذوهم لحقناهم على المستشفى هون بعدين غسلوهم وظبطوهم وكفنوهم وجبناهم هنا. الصايد انصادوا بياكلوا ما لقوش سال على الفاضي في الشكل انه هذا الشهداء طبعا سابوا ايتام وراهم والايتام هذول انا مين بده يقدر يرعاهم؟ انا يا دوبك يلا اقدر اطعم حالي يعني ليش السبب انتم عارفين وضع غزه كيف كمان يعني قاعد فيها لحالي وما انت شفته على عينك اسبست وفي الشتاء بتنقط ميه والله نجيب مواعين نلقى الميه لا فيها مطبخ زي الخلق ولا فيها مجلس زي الخلق ولا حمام زي الخلق. فاحنا بنناشد يعني جميع احرار العالم انهم يعني يوقفوا وقفه رجل واحد يطلع على الايتام هذولا لانه الوضع كرب يعني وضع كورونا وحصار وقله شغل ومن جميع يعني.